بتاريخ 21 من شهر حزيران هذا العام توفي الدعاء ذات 16 عاماً بعدما توفي الجنين نتيجة تقصير طبي بمستشفى الحمدانية جنوب شرق الموصل، فحالتها تدهورت بشكل مفاجئ بعد حصولها على قنينة دم حتى فارقت الحياة بمستشفى الخنساء شمالي الموصل حسب رواية ذويها. ذهبنا إلى العيادة وأجرت الفحوصات، قالت كل شيء ماكو، ادخلوا إلى المستشفى، ودخلنا إلى مستشفى الحمدانية، وبعد الساعة الواحدة أعطوه بطل دم، وبعد بطل الدم تخربط حالة المريضة، قامت تشكي من رجلها، من آلام بطنها، من آلام مفاصلها، فقامت المرافقة بسحب المريضة على رجلها. طبعا صعبة، المريضة 9 أشهر حاملة. وبعدها جاء الدكتورة الخافرة عاتكة الدباغ ففحصت المريضة فقالت الجنين متوفية، حولوها إلى مستشفى الخنساء، وبعد ذلك أجرت العمليات الكبرى وخرج الجنين المتوفي، وبعدها فارقت الحياة. فوتناه على المستشفى مثل الوردة، كل شيء ما بيها، لا أي وجع لا شيء، مثل الوردة فوتتها على المستشفى برجليها، لا وجع لا ما يعني كل شيء مثل الوردة كانت. ورا ما خلينا لها الدم خربطت وضعها. مجلس قضاء الحمدانية بيّن أن حالة دعاء ليست الأولى ولم تكن الأخيرة، فهنالك العشرات بمثل هذه الحالات التي تحدث بين الحين والآخر، متهمين الكادر المسيحي بمستشفى الحمدانية بخلق حجج وأعذار لا صحة لها أبدا بدوافع سياسية طائفية لا تريد أن يسجل طفل من أبناء سهل نينوى في القضاء. حقيقة هناك إهمال كثير، ليس حالة واحدة، إنما حالات قبل هذه الحالة، حالات نحن كمجلس قضاء الحمدانية كانت تجينا الشكاوي من المواطنين بأن الامرأة الحامل التي تجي على صلاة ولادة أن تولد، هناك أطباء أو دكاترة من المسيحيات تنقل هذه المريضة المرأة الحامل إلى الخنساء أو إلى أربيل بسبب ضغط مرتفع أو بسبب نقص الدواء أو بسبب تحتاج إلى عمليات قيصرية. هناك لا، كذب، ليس هناك، هناك دوافع سياسية طائفية من القسام ومن القائمة ومن جهات أخرى والإهمال من الإدارة، لأنه حتى لا يكون تسجيل الطفل بالسجلات الولادة في قضاء الحمدانية لكي لا بالمستقبل يطالب بأرض سكنية، خاصة على الشبك والتركمان المكونين الرئيسيين في سهل نينوى. فتيل الطائفية الذي انخمد في هذا البلد لربما أزعج كتلا سياسية على مدى سنوات طويلة، فبدأوا يحاولون إشعاله من جديد لتمشية مصالحهم على حساب حياة الناس، يقول مراقبون. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.